1 2 3 4. أحداث وحقائق وآخر مستجدات عالم بوليوود. اعتراف نجم بوليوود أجاي ديفغان لأول مرة أمام الإعلام عن سبب نفوره من كاجول في البداية، واحتفال حصري لكاجول برفقة معجبها بمناسبة عيد ميلادها. مكالمة مجهولة تقلب حياة نجم بوليوود أميتاب باتشان رأسا على عقب، وحراسة مشددة على منزله. ماذا يحدث ولماذا كل هذه الضجة؟ النجمة التلفزيونية ديبيكا كاكار تحتفل في المستشفى، ومقتطفات حصرية من هذا الاحتفال يحتل الصدارة في الهند. وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود، لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. وإليكم التفاصيل. لقد تصدرت النجمة التلفزيونية ديبيكا كاكار عناوين الصحف الهندية بعد احتفالها بعيد ميلادها 37 في المستشفى برفقة والد زوجها شعيب إبراهيم بعد إصابته بجلطة دماغية في الشهر الماضي، ولا يزال يتعافى لحد الآن. إذ لقبت ديبيكا بلقب الزوجة المثالية ونالت تقدير معجبها، فهي دائما ما تكون السند الحقيقي لعائلة زوجها. وتكريما لها، قام شعيب إبراهيم بأعداد مفاجأة لزوجته ديبيكا بمناسبة عيد ميلادها، كما أنه لم يستطع التوقف عن التعبير عن امتنانه لوجود شريك مثالي مثل ديبيكا التي كانت سنده في السراء والضراء، ولم تتوانى عن منحه دعم غير مشروط أو مقرون بمقابل. Happy birthday. اتفاق سے پاپا کی اس وقت آنکھ کھلی ہے پتا. ابھی تک پاپا سکون سے سو رہے تھے اور ابھی آنکھ کھل رہی ہے. پوچھ لو. پاپا گھر چل کے سیلیبریشن کریں گے، ہے نا؟ ہے نا اچھے سے، ہے نا؟ सो जाओ, आप सो जाओ, मैं बैठ नीचे कर देता हूँ। जीना मरना ये सही शावा शावा माही। قد تلقت شرطة مومباي ليلة الجمعة مكالمة مجهولة مفادها أنه تم وضع قنابل في محطة شيفاجي مهراج وفي منزل نجم بوليوود أميتاب باتشان. وقد أكد المصدر الأمني أنه جاري البحث حتى الآن للتأكد من وجود شيء مريب في تلك الأماكن. اتصرح رئيس الشرطة أنه لم يتم العثور على أي شيء حتى الآن، ولكن تم نشر وتوزيع رجال الشرطة لإجراء بحث مكثف. إذ انتشر هذا الخبر بشكل فيروسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهرع معجب نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان عليها، كما تساءل العديد منهم عن سبب اختيار منزل أميتاب باتشان بالتحديد لتنفيذ هذه العملية المريبة. لقد احتفلت نجمة بوليوود كاجول بعيد ميلادها 47 برفقة معجبها وأصدقائها المقربون، إذ انتقلت إلى حسابها الشخصي على الإنستغرام وقامت بنشر مقطع فيديو يتضمن عبارة شكر وتقدير، إذ علقت قائلة: شكرا جزيلا لكم، حقا أقدر ذلك، شكرا لجميع المعجبين واحدا واحدا على كل ما تبذلونه، أنا حقا أقدركم كثيرا، شكرا لأنكم جعلتموني أشعر بأنني محبوبة للغاية.
وقد كانت هذه المناسبة فرصة للعديد من نجوم بوليوود للتعبير عن إعجابهم وتقديرهم لنجمة بوليوود كاجول، وعلى رأسهم كارينا كابور، أنوشكا شارما أبهيشيك باتشن وزوجها أجاي ديفغان، الذي شارك صورة لهما وعلق عليها قائلا: لقد تمكنت من رسم الابتسامة على وجهي لأطول وقت لحد الآن، عيد ميلاد سعيد عزيزتي كاجول. وقد اعترف أجاي ديفغان في أحد مقابلته السابقة عن سبب نفوره من كاجول قبل زواجه بها، وعلق قائلا: لقد قابلت كاجول مرة واحدة قبل أن نبدأ التصوير، بصراحة لم أكن حريصا جدا على مقابلتها بعد ذلك. عندما تقابلها للمرة الأولى تبدو كشخص مستهتر ومتعجرف وثرثرة للغاية، علاوة على ذلك كنا مختلفين تماما عن بعضنا البعض من حيث الشخصية، ولا أعلم كيف استمرت علاقتنا لحد الآن. راجل مام هابي بردي دور جا دور جا دور جا دور كيسي هو آپ مام Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kajal ma'am. Bye, thank you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Nenu wale ne o nenu wale ne chheda man ka pyala chhalkai madhushala mera chain rain nain apne saath le gaya पग पग डोलू